إحدى الأنسات التي تم فصلهم دخلت النهاردة للنادي بطريقة أو بأخرى. المهم دخلت برغم إيقافها وتمكنت من الوصول لمكتب مرتضى منصور. اسمع يا عم الحاج. ودخلت المكتب وقالت له: أنت فصلتني ليه يا ريس؟ يا سيادة المستشار، يا فرعون الأرض، فصلتني ليه؟ أنا غلبانة، أنت فصلتني ليه؟ أنت فصلتني ليه؟ أنا عملت إيه عشان تفصلني من الشغل؟ وأنا ماليش أي ذنب نهائي بموضوع الجروب، زملائي هم اللي ضافوني من غير ما يقولوا لي، ولم تكن لي أي محادثات على الجروب، لا صوتية ولا حتى كتابة. راح انفعل عليها مرتضى على كان ليه البنت جريئة. بص، بدل جريء يخاف زي الفار المزعور، انفعل عليها وراح نهارها وقال لها: مين اللي طلع موضوع الجروب ده لعبد الناصر زيدان يا بنت كذا 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 كذا؟ يا عم انت حاطط عبد الناصر زيدان في دماغك ليه؟ وانت لما تفصل لي كل العمال والموظفين، مين اللي هيجيب لي اخبار؟ يا راجل ارحمنا، عايزين نشتغل. قاعد تفصل في العمال كلهم، مين اللي هيجيب لي اخبار يا راجل؟ يا راجل خلي عندك تعاون مع بعضينا، احنا اسره مع بعضينا يا مرتضى، احنا اسره مع بعضينا يا مر. لما تفصل لي كل العمال يا مر، مين اللي هيجيب لي اخبار؟ ده كلام يا مر. قاعد تفصل لي في الناس، مين اللي هيجيب لي الاخبار دي يا مرتضى؟ خليك متعاون يا راجل. يعني انا اعمل ايه؟ اعين الناس بباراشوت مثلا يجيبوا لي الاخبار؟ خليلي شويه يجيبوا لي الاخبار يا راجل. اشفي يا راجل، خليك متعاون يا مرتضى. ايه ده يا راجل الروح الانهزاميه اللي عندك دي؟ قال لها ايه؟ قال لها: مين اللي ودى خبر الجروب لعبد النصر يا ولاد كذا يا بنات كذا يا بنت كذا؟ انتوا كلكم خونه. اه والله العظيم، زي ما بعتها لي اللي في مكتب مرتضى بالظبط. اللي بعتني ده من مكتب مرتضى منصور، مش هو بيقول لي عايز اعرف مين اللي عايزك بكره بقى يا مرتضى وانت بتتفرج عليا وشايفني، بكره بقى ايه؟ قول لهم مين اللي عرف عبد الناصر البت اللي جت للمكتب قالت لي ايه؟ بص، علبسهولك وهتروح على عنبر سته باذن الله تعالى، باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. اهو، قال لها: مين اللي عرف عبد الناصر زيدان موضوع الجروب يا بت؟ يا بنت التيت، يا بنت كذا، الموظفين اللي في النادي كلهم خونة على تواصل معاه، وعاملين نفسكم ما معاكمش فلوس، وبتتفرجوا عليه على النت وبتدفعوا فلوس، جايبين فلوس النت منين؟ اتخوت يا جماعة. تربت تاتو، تربت تاتو تا تا، تربت تاتو تا تا، زي الشنطة، أنا اللي بعت الشنطة. وقعد يشتم فيها طبعًا. وبعد كده راح قال لها: ومين بنت كذا اللي طلعت معاه امبارح في المداخله؟ قبضت كام؟ مين اللي قبضها؟ كل الناس عنده خونه. كل الناس اللي طلعت معاه دي قبضت كام؟ دي بنت مين؟ دي شغاله فين؟ وبعدين انت دخلت النادي ازاي؟ انا قافل كل البوابات، انت لازم تتفصلي. مين اللي سمح بدخولك؟ اللي دخلك لازم يمشي، لازم يموت يا جماعة. بصوا، هتلاقوه واقف في إشارة في يوم من الأيام. أهو ردت عليه البت بكل جرأة: مش عايزاك تأذي حد بسببي، كفاية اللي تأذوا، حرام عليك بقى، اتق الله فينا. راح نهارها وقال لها: اطلعي برا، اطلعي برا. فرحوا جايين أفراد طبعا شتمها، جم أفراد الأمن وراحوا واخدينها وطلعوها بره المكتب، وهي في حاله انهيار بسببه، وسبها بامها وابوها وقالت له: انت بتسب ابويا المتوفي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وراح محول النادي لسكن عسكريه النهارده. حول النادي لسكن عسكريه. حول النادي لسكن عسكريه. عايز يعرف مين الست اللي كلمتني امبارح، وعايز يعرف مين اللي جاب لي الجروب. طب النهارده مش على ايامك بقى، مين اللي جاب لي الخبر بتاع البت اللي جات لك المكتب؟ دور على اقرب ما عندك، شوف مين اللي كان قاعد جنبك. وخلي بالك العمال على فكره ما بيدونيش اخبار. اقرب ما ليك، رجالتك الامناء
صفك الأول. كلهم بيكرهوك، وقلت لك الكلام ده امبارح، وكلهم جواسيس عليك، وفي هيجي يوم أسمعك بيكلموني كانوا بيقولوا لي إيه عنك. والأيام بيننا، الأيام بيننا، الأيام بيننا. بص عمل إيه في النادي، بص أسمعك عمل إيه في النادي. بص، حول النادي النهاردة لسكن عسكرية، وراح قفل كل الأبواب بتاعت النادي، وراح متصل بمديرية أمن الجيزة قال لهم الإخوان جايين عايزين يكسروا النادي على عمال الغلابة. ولا العمال فيهم حد سياسي، ولا فيهم حد إخواني، ولا ليهم علاقة بالكلام ده. والنهاردة 163 واحد جداد فصلهم، فصل 163 واحد جداد. والله العظيم يا جماعة ما لاقي حد يحكمه في البلد، والوزير بيديله 5 مليون جنيه إعانة. القلم كارديرون، القلم كارديرون. والله القلم كارديرون. بص، شايفين النادي سكن عسكرية اهو، سكن عسكرية اهو، شايفين كل الابواب متقفلة اهو. برضه دي الصور دي من اقرب الناس لي اهو، اهو اهو، من اقرب الناس لي اهو. شايفين سكن عسكرية، ده راجل معدي في الشارع لا يفكر وعامل ولا حاجة، يدور عليه بكرة زي المجنون يقول لك عايز افصله اهو. اهو اهو اهو. والله العظيم يا ميدو سليمان عطلع صورة الشيك. ما تقلقش، انا اللي بختار التوقيت. كنت امبارح بتقولوا رد، وقلت لك انا اختار توقيت الرد، انا اللي اختار توقيت الرد، انا اللي. طب انا عديك انفراد تاني، خلي بالك، انا عايز احيي وزارة الداخلية، وعايز احيي السيد مدير امن الجيزة، وكل رجال مديرية امن الجيزة. ليه؟ النهاردة لما بلغ قال لهم النادي جايين يا اخوان، والناس حوقوا النادي وامنوا النادي دون ان يتدخلوا في شيء على البوابات، حموا النادي من الخارج ولم يتدخلوا في اي شيء. اللي عايز يدخلوا امن النادي يدخلوا، واللي مش عايز يدخلوا امن النادي ما يدخلهوش. الناس انا مبسوط جدا بالثقافه بتاعت الداخليه، عرفوا اللي ليهم واللي عليهم. هم مش شغالين عند مرتضى منصور لا مؤاخذه، ولا الدوله شغاله عند مرتضى ضد العمال الغلابه. هم جات لهم اخباريه من وبلاغ عن طريق النادي، يا جماعة هيتم اقتحام للنادي. عشان قبل كده العمال والموظفين كسروا الباب بتاع الحمدية الكزنية ودخلوا، فجم حوقوا النادي من بره. اللي عايزين يدخلوا أمن النادي يدخلوا، واللي مش عايز يدخلوا أمن النادي ما يدخلوش. تحية واجبة للسيد وزير الداخلية ووزارة الداخلية والسيد مدير أمن الجيزة، وبقول لهم لو سمحتوا رفقا بالعمال الغلابة مالكمش علاقة، ما تصدروك نفسكم في المشكلة زي ما انتوا عملتوا النهارده. برافو وعشرة على عشرة. انت من بعيد بتحرس النادي، مشاكله مع العمال ما تخلوك يستخدمك ذريعة او يستقوى بيك ويقول الداخلية كلها معايا ولا هيجي عند النادي احبسه. هذا كلام باطل وعاري تماما من الصحة يا عمال. انا سألت قالوا احنا رحنا امننا النادي من بره، مالناش دعوة من يدخل ولا من يخرج. هو اتصل وبلاغ رسمي جنة ان في اقتحام هيتم للنادي، فلازم نعمل احتياطاتنا الامنية. طبعا الدولة مش فاضيانه من كورونا، يعني عيوب النيابات والداخلية والقضاء الناس كلها فاضية لمشاكل مرتضى منصور. فانا بس بوضح للعمال عشان محدش يخاف، الداخلية لحمايتك وحمايته، للداخلية لحمايتك وحمايته. تعالى بقى ايه، اسمعك بقى، اسمعك بس هنا، اسمعك بس حاجتين بس انفراد للاسلكي وهم بيكلموا مدير امن النادي. مدير امن النادي ده مش الداخلية خالص اللي انا عرضه، ده مدير امن النادي مع البوابات، بوابة الحمدية الشاذلية والبوابة اللي عند وزارة الشباب والرياضة، عشان تعرف مرتضى حول النادي لايه. اسمع ده اللاسلك الخاص بأمن النادي، ده اللاسلك الخاص بأمن نادي الزمالك، الأمن الداخلي للنادي، الشركة اللي مأمنة النادي أهو.
بلغني الاخبار عند البوابه التانيه. اي حد عند على اي لا على اي بوابه في تجمعات بلغني عشان ابلغ سياده المستشار على طول. ده امن النادي هنا بيسالوا على بوابه تانيه اهو. اسمع بوابة الحمدية الشاذلية. انت معاك شفتك غرق الكامل بالنسبة لبواباتك غرق بالكامل كده. شفتك الباب الباشر عندنا تمام ومفيش اي خلاف. انت عندك ولا فيش؟ انا لقيت الباب جامد ده مش شاذلية. في المصاد كده يا باشا عشان يركب معانا كده على الجهاز. عندك كده مش عايز تصورها من عندك بعد اذنك. ما تفتحش الباب لاي حد مهما كان مين. الباب بيقول لك كلها على جهاز ازاي. ما تفتحش الباب لاي حد. ده بيقول له ايه الاخبار عندك بوابة الحمدية الشاذلية؟ قال له تمام. قال له في تجمعات؟ قال له ما فيش. قال له ما تفتحش الباب لاي حد خلقه ربنا وده عموم على كل البوابات. وبلغ النشاط الرياضي جوه بالكلام ده. ده مش الداخلية خالص. ده مش الداخلية خالص. ده الامن بتاع النادي جوه. وارجع تاني وحيي المسؤولين في وزارة الداخلية ان هم بيدخلوك في مثل هذه المهاترات. ما لهمش دعوه باللي بيحصل داخل نادي الزمالك. ده نادي بيدير اموره ورئيس نادي منع الموظفين من الدخول. هم ما لهمش دعوه يدخل الناس يمنعهم من الدخول. هم ما لهمش دعوه. الداخليه حصن امان بيحمي العامل زي ما بيحمي النادي. مين اللي ليه حق انه يدخل ويطلع؟ العامل او الموظف؟ امن النادي بتعليمات من مرتضى منصور. الجزء الثاني ده موضح لك اكتر من الجزء الاول اهو. بص هتلاقيه بيتكلم مع البوابه وبيكلم النشاط الرياضي الامن الداخلي للنادي مع المسؤولين مدير عام النادي ومكتب مرتضى منصور. على جامعة الدول والحمية الشاذلية. بلغ النشاط الرياضي. قال له بلغ النشاط الرياضي. عشان كده بقول للعمال انا بجيب لكم المعلومه من فم الاسد. النهارده انا لو بلغت وقلت حياتي مهدده كشخصيه عامه اللي هيحميني الداخليه والامن العام المصري بتاعي ووزاره الداخليه المحترمه. اوعوا تدخلوا الناس دي في مشاكل مع مرتضى منصور. مرتضى منصور يتساوى امامهم باي حد. انا بقول لكم كلام انا عارفه كويس. تحيه لمدير امن الجيزه الراجل عارف اللي ليه واللي عليه وكل رجال مديريه امن الجيزه على اللي بيبذلوه من اجل بسط الامن في ظل الطوارئ اللي فيها البلد بخصوص موضوع كورونا. اول ما تبلغوا ان في خطر على نادي الزمالك راحوا يحموا نادي الزمالك وهو ده عهدنا بالداخليه. بس النهارده تتكلم على مين؟ من اللي بلغ وحبس الجماهير مرتضى منصور. من اللي بلغ ومنع العمال من الدخول مرتضى منصور. من اللي تآمر على الجماهير مرتضى منصور. من اللي تآمر على العمال وعايز يقطع عيشهم مرتضى منصور. روح للأساس. روح للأساس ما تروحش غير كده. هو الأساس في كل المشاكل. فأنا لما أجي أتكلم مال دومة للزمالك يا جماهير الزمالك. مال دومة للزمالك يا جماهير الزمالك. مال ده ومال الزمالك. يا عم انت يا استاذ رضوان انت بتقول همك الزمالك. انا بتكلم في الزمالك ليه 20 دقيقه زيه زي باقي الانديه يا استاذ رضوان. بلاش والنبي النغمه دي. انت عايز ايه من الزمالك ومش عارف ايه؟ الراجل الشريف فيكم يقول لمرتضى انت عايز ايه من الزمالك؟ كفايه بقى النغمه دي. كفايه النغمه دي حرام عليكم.
حرام عليكم تبدأوا ايه الزمالك وتهد الزمالك. مين اللي بيهد الزمالك؟ مين اللي دمر 3 مليار جنيه و400 مليون؟ مين اللي داير يشحت عشان يسدد الديون؟ احنا اللي عملنا كده في النادي؟ يعني حافظوا على ناديكم بيضيع، النادي بيضيع.